نحن اليوم بحلقة خاصة عم نحكي فيها عن المكون التراثي المهم الوردة الشامية وكل ما يرتبط فيها، وهي جزء من الهوية الثقافية ومصدر رزق لسكانها بمناطق زراعتها، سواء بقرية المراح حيث نحن متواجدين اليوم، وصولا إلى مناطق زراعتها كما تحدثنا في كل من حلب واللاذقية وأيضا ريف حماة. رح نتحدث أكثر عن خصوصية زراعة وموسم الزراعي قطافة. معنا ضيوفنا لليوم السيد أمين البيطار رئيس جمعية الوردة الشامية متعددة الاستعمالات، والدكتورة نجاة حداد وهي من المشجعين على زراعة الوردة الشامية. صباح الورد. صباح الخير. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم. يا هلا. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، وشكرا أول شيء على استضافتكم إلنا وعلى استضافة كل هالناس لحتى نكون موجودين دائما بهالصورة الحلوة عن بلدنا بهالمكون التراثي المهم. خليني بلش مع حضرتك أستاذ أمين ونحكي عن بداية طبعا العمل على زراعة الوردة الشامية وموسم القطاف. أهلا وسهلا فيكم أولا بالأخبارية السورية، شكرا لكم على مجيئكم لعنا حتى تعطوا صورة جميلة عن زراعة الوردة الشامية. الوردة الشامية زراعتها في هالقرية قديمة جدا، لا نعرف تاريخها تماما، لكن جدودنا وجدود جدودنا كانوا يزرعوها، وكانت زراعة بكثافة كبيرة جدا. لكن مع تطور الزمن مع العمل في أيام في العقود الأخيرة صحيح. في العقود الأخيرة الزراعة شوي المناخ اختلف شوي، قلة الأمطار، لأنه نحن نزرع الوردة الشامية بعليا ما بنرويها أبدا، كانت تزرع بعليا والآن نزرعها بعليا، لكن المناخ اختلف وقلة الأمطار جعل الناس يتركوا زراعة الوردة الشامية ويتجهوا إلى أعمال أخرى، يتجهوا إلى أعمال أخرى خاصة الهجرة للخليج في بعد الثمانينات الشباب كلهم صاروا يهاجروا للخليج إغراء الفلوس اللي كانوا يجيبوها، لأنه ناتجنا قليل كان هون بالزراعة، فرغبوا إنه يروحوا نعم. ولكن اليوم الوضع اختلف، وبدي احكي بهذا الجانب اكثر مع الدكتوره نجاة، يعني حضرتك من المشجعين على زراعه الورده الشاميه، خلينا نحكي اكثر عن هذا الجانب. اليوم قد ايه مهم نحن اليوم برغم كل هاي الظروف الصعبه اللي حكى عنها الاستاذ امين، ولا الا انه ما زلنا عم نشوف انتاج عم يكبر حاليا، يعني بالسوق اللي موجود عم نشوف نماذج تطورت، هي ما عادت مجرد زهره او نبته، نحن عم نحكي عن مشروع اقتصادي ولو كان شيء صغير إذا بنحكي أكثر تفاصيل. نحن متمسكين بأرضنا وبالزراعة وبالعمل، فتحررنا من الإرهاب وهذا شيء كتير منيح، كانت القلمون مستعمرة إرهابية يعني تحررنا منها، هلأ بدنا نحاول نتحرر اقتصاديا. فإذا ما كنا متمسكين بأرضنا وزرعناها واشتغلنا بصناعة الورد للزيت الورد والمكونات الوردة الشامية من عطور وكريمات، هذا تشجيع طبعا للاقتصاد السوري، ونحن ما فينا تقوم سوريا الا بايدين ابنائها اكيد، وبنتمنى انه كل الناس تتمسك بارضها وبعملها وما تطلع برات البلد، لانه كثير صاير في هجره برات البلد. بنتمنى أكيد. انه نتمنى تكون الحياه احسن، ونحن اليوم عم نفرجي صوره للناس عن واقع موجود، نحن متمسكين بارضي، انا متمسكه بارضي وببيتي وبمخبري بيبرود وما بتخلى عندهم ولا بطلع برات سوريا. كنا عم نسمع معكم سوا بعض من حديث المشاركين، مراحل متعددة عاملين شيء بخص تقطير الوردة الشامية، استخراج الزيوت الزهورات. الجميل أيضا أنه بلشنا عم نشوف تخطى هذا الموضوع لننتقل لشيء غذائي، لشيء أيضا طبي تجميلي، وهو صناعة مهمة جدا بهذا الوقت، ويمكن تتميز فيها سوريا وخصوصا منتج كالوردة الشامية. هون بدي أسألك أيضا كدكتورة، يعني قد ايه بتشوفي في أهمية لهي التفاصيل اللي بلشت تتخطى العمل عليها من احتفال بوردة وموسم قطاف؟ بالنسبة للفائدة الطبية للزهورات الوردة الشامية كتير مفيدة لجهاز الهضم، بتنشط جهاز الهضم، وحتى يعني في ناس ما فيهم يقعدوا بلاها. بالنسبة للتجميل كتير بتجدد البشرة
بتعطي رونق للبشرة وما بتصير ما يعني البشرة ما بتشيخ مثلي أنا مثلا، أنا عمري 65 سنة بالورد الشامية العمر كله. تسلمي. يعني اليوم أستاذ أمين أيضا يعني حضرتك فينا نقول علم من أعلام هاي المنطقة، مين ما إجا لهون بيسأل بيعرف حضرتك وعائلتك كلها تتعمل بمجال الوردة الشامية، وأنت أيضا مسؤول عن جمعية تعنى بهذا الموضوع. نحكي شوي هيك نستذكر مراحل من العمل اللي اشتغلتوا عليها ضمن صون تراثنا وثقافتنا وهذا المكون الثقافي المهم. نحن عائلتنا هي كلها مهتمة، يعني من أولادي لزوجتي اللي ساعدتني طوال عقود في العمل. يعني بدأنا نجدد زراعة الورد الشامية اللي كانت مشهورة فيها قريتنا منذ زمن بعيد، وسعينا بهذا الموضوع، زرعنا حقول جديدة. وبعد ما زارتنا السيدة الأولى في 2007 وقتها صار إلى نشاط إعلامي إن كان داخليا وخارجيا، كل وكالات الأنباء زارتنا وشافت الزراعة عنا. هي زراعة إلى أهمية كبرى. خليك على الهواء، نحن خليك نخليك نقول استراتيجيا. زارتنا وأمرت إنه نعمل جمعية ورد شامية ودعمتنا بكثير أشياء، باستصلاح الارض لزراعتها الورد الشاميه، حفرت لنا بئر زراعي مشان نعطي ريات تكميليه للورد الشاميه. الورد الشاميه هي عباره عن صيدليه كامله مثل ما تفضلت الدكتوره. صحيح. يعني مثلا بالقديم كانوا يستعملوها قطره للعيون، احسن شغله للعيون، ما بيصير فيها لا حساسيه بالصف العيون. ثانيا الحساسيه، اي حساسيه داخليه في الجسم اذا كان داخليه او خارجيه لها فائده كبيره جدا في التحسس باي شيء كان. اكيد. يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. كنا عم نغطي يمكن مع بعض سلمى ونشوف منتجات الورده الشاميه واهميه فعليا الحفاظ على هذا التراث. اللي لفتني اليوم والحلو بكل اللي عم يعرضوا منتجاتهم في الشاب اللي عمره 20 سنه و25 سنه مزارع عم يحافظ اليوم على الوردة الشامية، وشفنا فينا نقول رجل كبير بالسن، يعني هذا فينا نقول التناغم الجميل كله عم يحاول الحفاظ عليها من خلال توريتها اليوم للأولاد. قديش مهم اليوم نحافظ على هذا التراث ونورثه لأولادنا؟ هذه مهمة أولا، المحافظة على التراث اللي هلأ صار التراث عالمي في اليونسكو 2019، مهم جدا المحافظة على التراث، المهم جدا لأنه أرضنا نحن هذه الأرض الطيبة، الزراعات الموجودة فيها زراعات خضر لا يمكن يكون فيها لأنه بعلية ما فيها عن أنهار ولا آبار كثيرة. البير الوحيد اللي بمساعدة السيد الأولى حفرت منا من جر الماء الآن لأعطاء ريات تكميلية في السنين الجافة اللي ما تجي حتى تضل عايشة. ومنشجع الفلاح، كل الفلاحين الشباب الجيل الجديد اللي ترك الزراعة منشجعه يرجع لأرضه، يرجع يزرع ويتمسك بأرضه الغالية هاي، لأنه الأرض هي الوطن، واللي بيترك أرضه بيكون كأنه ترك وطنه. ونحن بنحب الأرض لأنه بنحب وطننا، وبنحب ان وطننا تتقدم بشكل دائم. اكيد. وحتما التقدم ما بيكون الا بمجالات اخرى كثيره. أكيد. منها المجال الاقتصادي. لازم كلنا هذه الورده لها ناتج اقتصادي تماما داخليا وخارجيا عالميا مشهوره. نعم، يعني نحن اليوم استراتيجي. كمان ضمن وجودنا بهذا المكان وعلى جانبنا تماما عم في خيمه فيها المهرجان، ويعني دائما يترافق الاهازيج والاغاني التراثيه ضمن هذا الفلكلور. رح ننتقل للخيمه لنستمع شوي من عزف الفرقه المتواجده ضمن احياء هذا المهرجان الخاص. يمكن أحد الوصلات الغنائية اللي كانت معنا على الهواء
رح لبين ما تجهز الوصلة الأخرى رح أرجع أنتقل لإلك دكتورة. يعني حضرتك من المشجعين على الزراعة، خلينا نحكي عن رحلتك وتجربتك الخاصة مع الوردة الشامية. من 10 سنين من قبل الأزمة أنا اشتريت أراضي هون وزرعناها وظلينا مستمرين بزراعتها وبالعناية فيها رغم الظرف الاقتصادي الصعب يعني بسوريا. نعم. فمستمرين نحن بهالزراعة لأنه هي مثل ما قال أبو مديان إنه نحن حفاظنا على أرضنا، يعني نحن حفاظنا على وطننا. حلو يعني لما واحد مثلا يقرر يعمل مشروع يشتري أرض ويشتغل فيها. اليوم مثل ما قلت الحفاظ على الأرض ومثل ما قال الأستاذ هو جزء كتير حلو. نحن بنعتبر الأرض هي الوطن، والأرض قد ما بتعطيه هي بترجع بتعطيكي. فقديش مهم الاعتناء اليوم بالأرض، قديش بتعطيك المنتج حتى لما تعتني فيها بشكل كبير. نحن بأرضنا نكون متصالحين مع نفسنا لأنه عايشين بوطننا. الوطن أمان، نتمنى من كل الشباب ومن كل الناس ما تهاجر. هذا نداء، بدنا ما تهاجر، الوطن فضي يعني. نعم أكيد وبنتمنى هذا الشيء. وأستاذ أمين نرجع للحديث عن الجمعية، خلينا نحكي أكثر عن الجمعية وعملكم فيها. نعم، الجمعية هي جمعية تابعة لاتحاد الفلاحين، جمعية فلاحية تعاونية لزراعة الورد الشامية والاعتناء فيها وتطويرها. بجانبها نعم. أنشأنا جمعية أهلية تابعة لوزارة الاجتماعية الوزارة الاجتماعية أيضا لإحياء وتطوير الورد الشامية، لأن الشباب كلهم متشجعين أنه يزرع ورد ويصير عند المنتج وردي. بعد ما أخذنا الدعم الكافي من قبل الدولة كاملة، أمان السورية التنمية المستدامة، وزارة الزراعة، وزارة السياحة، كل الدوائر الرسمية في الدولة حابة أنها تساعدنا وتدعمنا حتى نقدر نمشي وهالأرض اللي شايفينها قدامكم كلها تزرع بالورد الشامية. وهلأ في مشروع عندنا، مشروع إن شاء الله بيتم، بئر آخر زراعة حفرة، بئر آخر في المنطقة هنا في منطقة الزراعة الكثيفة للورد الشامية. وأملنا أنه بده يقيموا خزان، ينشئوا خزان كبير مركزي براس تل عالية، ونوزع الماء للحقول توزيع أنابيب بعدادات، وننظم الري تنظيم أساسي. هذا حيكون فينا نقول بالوقت القريب يعني، لأن هذا مطالب الفلاحين هون والأهالي حتى يعني طالبوا كان حتى بمد المياه من البير. الخزان نزلوها في المناقصة لكن حاطين أسعار ضعيفة، ما حدا ما ياخذها، لكن في إلى عمل وزارة الزراعة ما تعمل إنه تزيد الاعتماد مشان يشتغل الخزان، بس يصير الخزان ويهيئوا البير صار التوزيع. توزيع المي للأراضي ما هو مشان نعملها مروي، المروي من البرد الشامية غير ناتجها غير فعال. نحن بنعطيها ريات خفيفة بسيطة يسموها ريات تكميلية مشان نطلع حي مشان تعطينا الإنتاج الجيد.